وكذلك بربي اللي مازال ما قيدش في منظومة التلقيح، يقيد واللي جا الوقت التلقيح نتاعو يمشي يلتحق بمراكز التلقيح. ربي يحمينا وربي يحمي التوانسة الكل. باش نرجع بأكثر تفاصيل على كل ما يهم الوضع الوبائي في تونس، على الكورونا، على التلقيح، مع الأستاذ الدكتور أنيس قلوز اللي باش يكون حاضر معنا بعد لحظات. كذلك اليوم ميسا غابري في تقويم النطق باش تكون حاضرة بطبيعة باش تكمل الحديث معكم على المكتسبات اللغوية لدى الطفل. روعة مطماتي باش تكون حاضرة من خلال فقرة التغذية. الفنان نصر الخميري اللي باش يكون حاضر معنا وهو مخرج وكاتب باش يكون حاضر معنا إن شاء الله باش ناخذوا أكثر تفاصيل معاه على التظاهرة صارت مؤخرا في تونس نهار السبت. ناخذوا أكثر تفاصيل بالطبيعة من خلال حضوره معنا. كذلك اليوم باش نحكيو على الوضع البيئي خاصة في بلدية حمام الشط، وباش ناخذوا أكثر تفاصيل. والحقيقة باش يكون حاضر معنا رئيس بلدية حمام الشط باش نحكيو على التلوث اللي صاير غاديكا خاصة بعد تنظيف الشاطئ والمصبات اللي صارت. فما وضع بيئي خاص يظل مش خاص كان بحمام الشط فقط، ببلدية حمام الشط، لكن قاعد يتكرر في عديد المناطق في تونس وعديد الاستضافات الأخرى. إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا. رقم الهاتف موضوع على ذمتكم 71-143-475. تنجموا تتواصلوا معنا بالطبيعة وتشاركوا معنا في مختلف الفقرات. نحب نقول إن شاء الله لاباس للشيف أسماء هني تشلبي اللي بسبب وعكة صحية اليوم ما تنجمش تكون حاضرة معنا. لطف عليك أسومة، إن شاء الله ترجع لنا بالطبيعة غدوة. لكن حاضرة معنا الشيف أيمن شعباني اللي يقول له صباح الورد والفل والياسمين. صباح الخير موني وتحية أسماء، إن شاء الله ربي يشفيك. دونك اليوم باش نعوضها أنا إن شاء الله يا ربي نقدر نقاوم معناها باش نجم نعوضها وهكا نعبي الفراغ اللي خليته علينا أسماء. دونك اليوم باش نعملوا كما شفنا أسماء تحية ليك ساعة عملت حاجات نتاع فطور الصباح، عملت حاجات بنينة برشا للعباد اللي ياكلوا بالفرينة النورمال. أنا اليوم باش نحاول هكا نلبي لكم شوية رغباتكم باش نعملوا حاجات كيف كيف سون جلوتين للعباد اللي عندهم الحساسية من القمح والشعير واللي ياكلوا ماكلة سبيسيال. دونك نمشيو للمونة وظيفها ومن بعد نرجعوا ونبداو في الرسالات نتاعنا اليوم. شكرا لك شيف ايمن يعطيك الصحة. بالطبيعة احنا اليوم الوضع الوبائي في تونس يحتم علينا بالطبيعة انه نواكبوا التطور خاصة في بعض الولايات اللي الوضع دقيق وصعيب شوية، في القيروان، في سيدي بوزيد، في عديد الولايات الأخرى. لذا يحضر معنا الأستاذ الدكتور أنيس قلوز عضو اللجنة العلمية ولجنة التلقيح. زاد نقول لك صباح الورد دكتور. صباح الخير. صباح الخير لكل المشاهدين. يعيشك دكتور. اليوم صحيح قاعدين نقدموا في التلقيح لكن الوضع الوبائي تغير في بعض الولايات، ولينا نحكيوا على خطوره، نحكيوا على حجر موجه في القيروان البارح بعد ما سمعنا شامل لكن فهمنا اكثر من بعد هو موجه لمده اسبوع. اليوم فما ضغط كبير على مستشفيات عديد المناطق. كانت قيمنا الوضع، تعطينا فكره على الوضع الوبائي في تونس. هو حسب اللي أعلنت عليه وزارة الصحة فما 18 ولاية فيها وضع فيه حدة في انتشار الفيروس. البارح شفتوا الإجراءات وتنقل سيد الوزير على عين المكان في 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 القيروان. نعم. هذا هي الكل كان متوقع. احنا تذكروا حتى معاكم في الحصص قلنا لنا قاعدين عندنا اشارات اللي الانتشار بدا يكثر، هو الاشاره اللي نعتبروها ناقوس خطر الوقت اللي عدد التلقيح الايجابيه من جمله التلقيح يرتفع الى نسبه معينه. احنا خلطنا المعدل تقريبا في 28-29% من التلقيح اللي تجرى تبدا ايجابيه، وهي اكثر في بعض المناطق وفما عديد ارتفعت كثير. هذا كان ناقوس خطر شفناه الاسبوع اللي فات. النتيجه نتاعو الاسبوع هذايا هي الاكتظاظ اللي نلقاوه في هياكل الصحه، في الاقسام الاستعجالي، في اقسام الاكسجين، وفي الانعاش. وان شاء الله ربي يحفظنا، ولكن نتوقعوا لي بعد مده باش نتاثر على حتى عدد الوفيات. وهذايا ندعيو الناس الكل
الناس كل باش تتوقع باش تاخذ اجراءاتها الفرديه. الكلام اللي قلناه واللي انت ما زلنا نقولوه استاذ بالحق اليوم قد ما نقولوه شويه، اليوم صحيح احنا يوميا في البرنامج مثل الجمعه قد ما ناكدوا على هذا ونفسروا للساده المشاهدين وشويه خاطر ديما فما تساؤلات جديده وفما زاد شفنا معناتها تهاون من المواطن اليوم لاحظوه في حياتنا اليوميه. ربي يشفي بالحق الناس الكل اليوم حتى احنا من زملائنا بالرغم ما عاملين الاجراءات اما فكر ساعه السهو لازم تصير. اليوم فما عندنا زاد مرضى مع زملائنا ربي يشفيهم، معناتها اليوم ما فماش حد في تونس ما عندوش حد مريض حد مرض وحد خايف عليه. اكيد اكيد عائلتي انا عندي كيف كيف كيما المواطنين الكل رغم اللي ما نجمش حد يوعي كيما انسان خاطر فيه مباشره ولكن ولكن مع هذا كيما انت قلت ساعه الغفله تجي واحنا ما فيقش بها. للاسف وقت اللي فما تراخي دكتور تراخي كبير اي وقت تبدا الحاله الوبائيه مستقره حتى كل غفله هكايا مرات نجم تتعدى لباس. اما وقت اللي تبدا في ضغط وقت اللي يبدا الفيروس قاعد ينتشر بكثافه حتى كل غفله صغيره تولي تعدي وهيك علاش نراو نحكي ونفسروا الحاجه باهيه في الاجراءات الجماعيه هي كما تو نحكيو قروين وقت اللي تجي اكثر من اجراء في حد ذاته هي تعطي تزيد في درجه الوعي للمواطنين وتوليو خايفين وليو ياخذوا حذرهم وهذا هو اللي ينقص من حده النقله. ان شاء الله ما لازمناش نعملوا هذا في المناطق الكل باش الناس تفيق على رواحها. نقول راهو اليوم راهي الدنيا للاسف فيها انتشار كبير للفيروس، الناس تاخذ حذرها، تخمم في رواحها، تخمم في كل العباد اللي راهو اليوم لاباس عليهم وغدا نجموا نعديهم، فما عباد قاعدين في ديارهم وما خرجوش والناس وعائلاتهم وصغارهم يخرجوا يجيبوا لهم العدو. نحافظوا على الناس الكل وربي يحمينا ويحمي تونس. دكتور باش تقبلوا بعض المكالمات الهاتفيه بالطبيعه معنا مدام فريده من تونس. صباح النور. صباح الخير. مرحبا. عايشك لله. تفضل شنو التساؤل نتاعك للاستاذ الدكتور انيس قلوس؟ تشرفي لله. عايش. بالله ما حبيت نسال انا سجلت في الايفاكس. ايه. وبعثوني مشيت باش نزرق. كي مشيت باش نزرق قالوا لي راهو فما هذه الاسترا ولا شنو؟ استرازينيكا. يعطيك الصحة. وين من الأول معناها خممت في الأخرى ما نعرفش فايزر. يعطيك الصحة. قلت لها لي ما بعد ما قيدت ودخلت وكل وشفت قالت لي علاه يا مدام فريدة؟ نقول لك حاجة، أنت ما تبعتناش يدور فيك الأسابيع اللي فاتت على خاطر جبنا الدكتور أنيس قلوس. لا قبل لنا قبل تو عندي معناها أول ما بديت تو أول نهار اللي بديت فيه خفت. قداش عمرك؟ قالت لي يلزمك تعمل لي قدا عمرك؟ 68 68 سنة. هاني باش نجاوبك مدام فريدة. تعمل لي غوفي اللي أنت عملت رفزت. إي وعملت رفزت. يعطيك الصحة كتبت خفت ما خفت ديجا أنا. وليت معناها روحت. كي روحت في بالي أنا قلت لي بعد ما تصور الناس الكل قالوا لي كيفاش 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 وليت عاود نسجل يقولوا لي ليك مسجلة ليه مسجلة. توا ما بعثوليش صاروا أربعة ولا قد إيه وليت خايفة معناها قلت يمكن ما مش باش يبعثولي. هذاك علاش حبيت. هاو أول حاجة الدكتور أنيس قلوس باش يجاوبك على أسترازينيكا اللي كنا حكينا فيه وما يسالش. اليوم فرصة باش نعاود نذكروا السادة المشاهدين الدكتور هاو باش نذكرها وهو راهو احنا قبل ما ينطلق حتى التلقيح نتاعو انا جيت هنا في البلاتو وحكينا فيه وقلنا بالنسبه لعمرك انت راهو التجارب اللي صارت ولات اللي هو ناجع انفع من حتى من الاخرين ناجع وانفع حتى من الاخرين في العمر المتقدم خاصه بعد 60 سنه. للاسف انت يمكن اثروا عليك ولا ما سمعتش ولا ما تبعتش وهذا ماكش وحدك لو فما عدد من الناس عملوا نفس الشيء ماهوش مشكل. احنا توتفاسون نقولوا انت خذيت ريسك روحك لانك عندك توا 15 يوم ولا ثلاثه جمعات كالك لقحت وكالك تاوي كالك تعمل في الجرعه الثانيه في الجرعه الثانيه استنى في الجرعه الثانيه ولا الامور تحسنت. بقى ناكد لك اللي ما فما حتى اشكال لانه المنظومه باش تعاود تعيط لك حسب الاولويات تدخل كيما المره الاولى دخلت وعيطوا لك تو تعاود تدخل فما عباد يمكن زاد قيدوا وعمالهم متقدمين اكثر منك انت هما هي تلقى روحها مقيده دكتور لا هي مقيده
اما البريوريزاسيون معناتها الموعد نتاعها الموعد نتاعها تعاود مؤخر شوي ماشي فما عباد اخرين قاعدين يقيدوا دونك انت باش تعاود تسد صف الوغ كو جاك طريقك وان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله لاباس اكيد اكيد انا متاكد اللي بالنسبه للعمول نتاعك في اقرب وقت باش يعيطوا ان شاء الله مدام فريده على الاقل حافظ على روحك ولبس الكمامه وقعد في الدار ما تخرجش كان للحالات القصوى ورد بالك على روحك وربي يحميك هذا الاشكال دكتور في بعض الحالات للاسف فما زاد الاشاعات اللي قاعده الحقيقه مسيطره علينا اليوم الناس تحكي على بوس الكترونيك درا شنو معناتها حاجات بصراحه يظل احنا في تو في 2021 مازال نحكيوا على حكايات كيما هكا انت بالحق ويصدقوا الناس تصدق وتقول لك هاو عملنا درا شنو تليفون بربي الدكتور ما يساش خنفسر انا والله البارح في اذاعه فسرت نفس الشيء وانا ما اعتبروش في نطاق المزاح ولا هذا بالعكس انا نعتبره في صميم الموضوع في صميم ضرب منظومه التلقيح لانه التشكيك في التلقيح كل واحد عنده درجه الوعي نتاعو فما عباد يحكيو لهم على مضاعفات سلبيه فما عباد يحكيو لهم بال معناتها دي نوسيون سانتيفيك فما عباد يحكيو لهم بهذا الحكايات الشعوذه والخرافات هذيا وتجد عليهم وهو الكل يصب في نفس الخانه اللي هي تاخير التلقيح للمواطنين التوانسه وهيك علاش انا ديما نفسر راهو البلاد اللي تلقح اسرع واللي تراح تلقح اكثر باش تخرج من الازمه الصحيه واللي هي ازمه ماهيش كان صحيه اقتصاديه واجتماعيه وترجع لحياتها العاديه في دورتها الاقتصاديه هيك علاش راهو كي تسمعوا حاجات كيما هكا ما نضحكش انا بالعكس ناخذها بعين معناتها بالجد ونقول فما شكون يحب ياثر على المواطن التونسي باش ما يلقحش نشوفوا اليوم مثال مدام فريده مثال للناس اللي اثروا عليها مثلا على استخزانيكا اكل معناتها الهاله اللي صارت على استخزانيكا ويقتلوا مرضهم ولاباس الحمد لله معناتها واللي عملوها بالحق راه ما تمكن خاطر اكثريه العباد يمكن اللي تواصلت معاهم اللي استخزانيكا ما اثرش فيهم قد ما الفايزر يمكن كانت عنده هو كل واحد بطبيعه وبدنه اما معناتها ما حسيناش فما قلق زي انا نقول حاجه اليوم البلدان اليوم الاسترازينيكا اللي حكينا فيه راهو اكبر تلقيح مستعمل في العالم بريطانيا استعملته كان هو المانيا اغلبيه التلقيح هو وهذم بلدان قاعدين يخرجوا من الازمه وقاعدين يرجعوا لحياتهم العاديه وربي يهدي واحنا هنا دورنا باش نعاودوا نفسروا ما فماش مشكل حتى اللي غلط نعاودوا نفسروا له ونواصلوا المهم الناس كل تلقح تلقح عندنا مدام زكيه من تونس صباح الورد بخير مرحبا بك مدام عايشك لا عايشك شنو تسأل نتاعك اختي باهي انا حبيت نسال انا مرضت بالكورونا ولكن كيف عملت تيست بوزيتيف وكل ولكن بعد وليت عملت تيست سيرولوجيك يا اخي طلع نيجاتيف ومشيت شو اسمهم تلقيح قلت لهم للقبه هذيك قلت لهم راني انا طلعت تيست نتاعي نيجاتيف تيست سيرولوجيك خاطر من قبل قلت لهم راني مرضت دونك مش باش نعمل تيست وبعثت وعودت المطلب والكل ولكن ما ولاوش بعثوا لي مازالوا ما بعثوا لكش قداش عندك ملي مرضت مدام معناتها من التيست انا مرضت لو 16 افغيل لو 16 افغيل 16 افغيل مازال هو باش يزيد يفسر لك الدكتور علاش مازال ما يعيطوا لكش تو هو بالنسبه للي يمرض نحب نفسر للناس الكل اللي هو اللي يمرض يسحق تلقيح جرعه واحده من غير تذكير بين ثلاثة إلى ستة أشهر بعد ما يكون براء من المرض. هيك علاش أنت كي حزيت لهم مشيت وقلت لهم نهار 18 16 أفريل مرضت تزيد على الأقل ثلاثة أشهر مازلت مازلنا لكن أنا وليت لكن أنا وليت مشيت لهم قلت لهم راني تيست سيرولوجيك طلع نيجاتيف. دقيقة نفسر لك. جي با دونتيكا. قالوا لي تو نبعثوا لك. هاني باش نقول لك انا باش نقول لك حاجه اللي انت خسرت فلوسك وقت مشيت عملت تيست انتيكو لانه عنده حتى قيمه لان المناعه نتاع الفيروس هذا مش متعلقه بالليزونتيكور متعلقه خاصه باللي سيلول معناتها بالمناعه مناعه الخلايا وهيك علاش ليزونتيكور ما عندهم حتى قيمه وهيك علاش ما نطلبوش لي زونتيكول حتى حد لا قبل التلقيح لا بعد التلقيح ما عنده حتى قيمه ما نعرفش شكون دبر عليك قال لك امشي اعمل لي زونتيكول صرفت فلوسك بدون اي علاقه علاش لانك انت وقت اللي مرضت مازلت عندك المناعه
اما ما تلاهيش لي زونتيكول تلاها بحاجه بالخلايا وماهوش وماهوش بالتحليل البسيط باش نلقاوهم. هيك علاش حب نهنيك، انت عندك 3 شهور على الاقل محميه بعد التلقيح، مش معناتها باش تسيب روحك، معناتها باش تكمل تراقب وتحمي نفسك وتحمي في انتظار عيطوا لها في انتظار في اقرب فرصه ان شاء الله. احنا حتى 6 شهور ولينا بتوفر تلقيح، نقربوا باش نوليو ابارتيغ دو 3 موا نجموا نعيطوا لك، وهذا ان شاء الله في اقرب وقت. وان شاء الله تبارك على روحك مدام زكي، ان شاء الله لاباس، يعطيك الصحه. كما شفنا الدكتور، اذا معناتها الاشكاليات موجوده واختلافات كل واحد والخصوصيه نتاعو، لكن ديما يرجع انو نوعيه التلقيح. اليوم احنا يذولي كمان الاسترازينيكا الجرعات اللي عندنا، ودخلنا في كمان الجرعه الاولى، الجرعه الاولى بتاع الاسترازينيكا توش نخلطوا ان شاء الله بدايه نسيت النهار بالضبط ولا في اسبوع اخر اسبوع هذا ولا اول اسبوع الجاي، باش ننطلقوا في التفكير بالنسبه للعباد اللي خذوا الجرعه الاولى الاسترازينيكا. عندنا مكالمه هاتفيه جينا من القيروان. سي بسام، صباح الورد. صباح النور مدام، مرحبا بك. مرحبا بك، طمنا عليك وعلى اهالينا في القيروان خويا. والله ان شاء الله لاباس مدام. ان شاء الله يا رب. حبيت نسال الدكتور مدام، انا ل 19 مشيت عملت تيست فور بوزيتيف، عملت كونفيرمون وخذيت التريتمون تاع 7 جور. ايه. ليزونتيبيوتيك وال كملت معناها ورجعت بشرت، لكن النهار الثاني في المباشره نتاع العمل نتاعي نحس في روحي هكا نجبد نتنفس بالصيف، عندي مشكلة في التنفس. حتى كي رجعت للطبيب نتاعي قال لي راهي معناها من الأعراض نتاع لاباس وكذا. حبيت نسأل الدكتور اسكو معناها عادي عادية الحكاية ولا معناتها أنت حبيت تسأل على ما بعد كورونا، أنت عملت التريتمون نتاعك، عملت الكونفينمون نتاعك، خذيت الدواء، وبعد كي رجعت للعمل نتاعك القلق اللي يصير ما بعد كورونا، على خاطر بالحق موضوع كبير وكبير للغاية، لأنه برشا أعراض تظهر على برشا من الناس، كل واحد وشنو دكتورة هو هنا في التنفس. أكيد أكيد، وهذا مثال، وهو ما نعرفش يذولي بصوته ماهوش متقدم في السن، صغير. نعتبر العباد اللي يعتبروا حتى كان يمرض وما يسالش، هذا مثال اللي كي تمرض راهو حتى كان تمرض وتتعدى مرحله الفيروس. شو معناتها مرحله الفيروس؟ معناتها الكورونا فيها مراحل، المرحله الاولانيه يدخل الفيروس للبدن ويبدا يتكاثر ويبدا يعطي الاعراض اللي هما كالكحه وكالسخانه وكالعطيس وكالحاجات نحسوا بهم، اللي هما نتيجه دخول الفيروس للخلايا نتاعنا. في الفترة اللي بعدها يولي المناعة تاخذ معناتها قوة على البدن وتغلبه، وتولي حتى البدن هو بيده يتقلق من المناعة نتاعه. هذه الفترة الثانية اللي هي عادة وقت اللي ما نتحكموش فيها تخلط حتى للمرحلة الصعيبة والإنعاش إلى آخره. ولكن فما عباد يمرضوا يدخل الفيروس يخرج من بدنهم، نعملوا لهم بي سي ار، تلقاو البي سي ار نيجاتيف، معناتها ما عادش عنده فيروس في بدنه، ولكن هو يحس روحه فاشل، يحس روحه عنده ضيق نفس، يحس روحه عنده وجعة في الراس، فشلة، حتى أعراض نفسية نتاع كآبة نتاع قلق، هذا كلهم يعتبر احنا نسميوه الكوفيد لون، معناتها الكوفيد الطويل اللي ياخذ حتى ثلاثة اشهر، وفما شكون يقعد حتى اكثر، وفما بعد مرض ما بعد الكوفيد اللي هو اليوم قاعدين نكتشفوا فيه اعراض تقعد 6 اشهر وعام بعد ما يمرض. ان شاء الله ربي يحفظك وان شاء الله ماهوش هذا. انا نحب نقول لك حاجه، الكوفيد مرض لازم متابعة مباشرة من الطبيب، معناتها ما تخوش الأمور على الرجال وتقول لا هاني لاباس ونتلهي بروحي، لا ارجع للطبيب نتاعك، هو باش يتبعك، على خاطر فما مضاعفات نجم يشوفهم بالتصاور، نجم يشوفهم بالفحص، نجم يشوفهم بحاجات أخرين، أما ارجع للطبيب نتاعك وتبع معاه وربي يشفيك، وإن شاء الله إن شاء الله ما فما إن شاء الله لاباس. بسام نمشيو لسعيدة من بن عروس، صباح الورد. عسلامة. مرحبا مرحبا سعيدة، شنو التسائل نتاعك اختي؟ والله انا مرضت في رمضان وتعبت معناها شهر كامل وانا تعبة، وبعثوا ما نعرفش، مشيت للطبيب طب عام قالوا لي راك مرضت بالكورونا. ايه اعطاني دواء نتاع كورونا كل شيء خديته والحمد لله لاباس. الحمد لله. توا بعثوا لي نهار الاربعاء باش نعمل فاكسان. ايه ما نعرفش نمشي معناها ايه نجم نعملها ولا لا؟ تنجم تعمل الفاكسان والا لا؟ هو انت اول حاجه وقت اللي قيدت
حطيت اللي انت مرضت بالكورونا ولا ما حطيتش؟ لا انا قيدت بكري، انا قيدت من فيفري. اما هو فما امكانيه سكر. التحيين ما عندناش تدخل على المنظومه وتحين المعلومات نتاعك، تقول لهم راني تحط فيها راني مرضت في الوقت هذا، والا تمشي لهم على في المكان. هل الموعد نتاعك تمشي لهم وتقول لهم تحسبوا لك بالضبط هما قديش من نهار من نهار اللي عملت البي سي ار، وكانت نجم تهز التحليل البي سي ار ولا تهز الاوردونونس نتاع الطبيب نتاعك النهار اللي عطاك الدواء، تمشي لهم ويحينوا لك على عين المكان ويعطيك كان باش تحلل والمده تسمح، كان باش سامحني باش تلقح والمده تسمح تلقحوا لك، ما كانش باش يعطيوك موعد لاحق. وان شاء الله لاباس سعيده. شكرا لك، يعطيك الصحة. بالطبيعة دكتور هكا قاعد تشوف معناتها هذوما هما بعض الإشكاليات اللي تنجم بالطبيعة تقلق، وإلا تنجم تكون من بين التساؤلات اللي نجم يتسألها اليوم التونسي. نعرفوا كما قلنا التلقيح ما زلنا نستناو في جرعات جديدة. بالنسبة سؤال قاعد يتعاود، هل إنه باش بعد هالجرعة الثانية فما جرعة ثالثة وإلا لا؟ وهل انه باش يولي التلقيح بالنسبه للكورونا، نعرفوا ما زالت الامور غامضه شويه، باش يولي كل عام يلزمنا نلقحوا؟ هذا سؤال وجيه، هو حتى من في النطاق الخبراء نتسالوهم ونتناقشوه، فما عده لؤي تختلف من رؤيه الى اخرى، ولكن الحاجه اللي ما نجموش نفوتوها هي الزمن، ما نجموش نفوتوا الزمن، لانه اليوم احنا كيفاش نجموا نقروا؟ كان كي نشوفوا العباد اللي تلقحت عندها مده وخلطت المده هذه فاتت السنه، اسكو في العباد هذوما المناعه نتاعهم مازال تحميهم ولا لا؟ هذا مازال ما صارش لان الوقت ما تقدمش، واول التجارب هي بدات في شهر جويليه اللي فات، جوان وجويليه اللي فات، دونك توا واش نخلطوا تقريبا تقريبا في اول عباد دخلت في التجارب السريريه عندهم عام، مؤشرات تقول اللي المناعه موجود، معناتها هذايا المؤشرات. كي نسمعوا بعض الخبراء ولا اصحاب المسؤولين على المخابر العالميه يقولوا ممكن باش نسحقوا تفكير، انا في اعتقادي واعتقادي الشخصي اللي هذا متعلق بخاصة التحولات اللي باش يعرفها الفيروس، كان باش يعمل تحولات كبرى اللي هي تنقص من نجاعة التلقيح، ممكن باش نسحقوا تذاكير اخرى وتلقيح اخرى اذا ما قعدنا في نفس نوع الفيروسات هذوما، في اعتقادي اللي في الفتره هذيا ما نسحقوش التفكير. عندنا مكالمه هاتفيه اخرى من جابس، امل قولك صباح الورد. صباح الخير اختي. مرحبا يا امل. يعطيك عيشك يعطيكم الصحه انتم والبرنامج هذايا، ويرحم والديكم ربي يعاونكم في كل الفقرات الكل. يعيشك بارك الله فيك يا امل. ام امل شنو هو التساؤل نتاعك اختي؟ والله الحمد لله اسال الدكتور، انا تفضل. بالكورونا مده جمعتين التالي. اما ما عنديش اعراض اللي مستانسين بها ما عنديش، اما نحس بحاجه بركه بعد ما صحيت واستعملت تريتمون واستعملت الدواء الكليكا، نحس روحي ان عندي دوخه خاصه كانت مد نجي نرقد ولا نجي نفد حاجه من الوطاء مثلا نثبت راسي. باهي باش يجاوبك. هذا كيما في الاعراض الجانبيه. على الاعراض الطويله المدى ومتوسطه المدى، انت راك 15 يوم تسمى ما زلت في الوقت المرض، هذه فتره نقاهه والمرض هذا راهو حتى كان انت ما شعرتش به بصفه كبيره راهو بدنك حس به، وان شاء الله الفتره هذه تتعدى بسهوله، حاول تكمل في الامور اللي هي تحميك، معناتها تتغذى بالكدا، تشرب برشا ماء، الماء مهم ياسر. الماء والغذاء دكتور، هنا بالحق اللي يمكن الفيتامينات، احنا وقتنا فما خضار وغذاء تويكا نجموا نستهلكوها، مش لازم نمشيو للدويات، بالك مش كان دويات، ماكلتنا راهي باهيه، راهو تنويحها وطقسنا ينجم يعاوننا، نشربوا برشا ماء، الماء مهم، واذا الامور تمادات وتعدات اسبوع ولا اثنين ومازالت الحاله، ننصحك ترجع لطبيبك المباشر ويعدي عليك ويقول لك خاطر فما مضاعفات ممكن على طول المدى نشوفوها، ولكن ان شاء الله ما فما كان الخير. شكرا لك ام امل. دكتور نعرفوا اللي كما قلت مهم برشا اليوم، الناس اللي مرضت اكثر العباد اللي مرضت بالكوفيد تقول لك الماكله مشكله كبيره مع الماكله، يفقد الشهيه كومبليتمون، واكثريه العباد تفقد وزن، ما عادش عندها قوه باش
بالطبيعه تقاوم هالفيروس، من بين الحاجات اللي تقلق برشا دكتور، يمكن شو نجمو ننصحوا للناس اللي مرضى توا مثلا وقاعده تشاهد فينا؟ هو اكيد لانه اول حاجه فما السخانه والفشله والتعب هكما بطبيعتهم ياثروا على الشهيه وعلى الماكله، زيد الفيروس هذايا يضرب حاسه الذوق وحاسه الشم اللي هما اساسيين في الماكله، احنا نذوقوا باش ناكلوا. نقول انا المريض بالحق صعيب باش يتقوى على نفسه، لكن محيطه هو لازم يحرص عليه، يقسم له الماكل على طول النهار، ما ينساش خاصة جانب البروتين اللي هي مهمة في الفترة هذه واللي هي يعزف عليها المريض، يغير له فيها، يلقى طريقة خاصة الناس الكبار، الناس الكبار اللي عندهم عدة مشاكل حتى في الهضم في الماكلة، يحاول ينوع له. وديما نقول راهو اكثر من المرض المورال لازم يكون به. أكيد. وقت الانسان يبدا في عائلته ودايرين به بمحافظه على التباعد، بالمحافظه الاجراءات الكل، الاجراءات يلا الناس اللي هي به وتحسوا اللي هو في وسط محيطه، ان شاء الله ربي يحفظه ونتعداو الفتره الصعبه. نمشيو لجربه مكالمه هاتفيه اخرى. الو صباح الورد. الو صباح الخير. صباح النور، مرحبا اختي، شنو التسائل نتاعك؟ والله انا عندي بنتي اليرجي على البنسلين، نجم تعمل ولا لا؟ اهي قد عمرها امينه بنتك؟ انا بنتي هي ريزيدونت توا غادي في تونس في الطبيب العسكري، مرضت بالكوفيد توا مازال ما عاودوش عيطولها، لكن هي في الصغرى عملت اليرجي على البنسلين. باهي هو دكتور كلوز لازم تلقح ولا اي نوع؟ هو سامحني كي تقول لي انت حساسيه على البنسلين، شو معناتها؟ شنو اللي عملت؟ شنو اللي ورا عندها حساسيه؟ شنو نوع الحساسيه؟ يا اخي طلع لها في وجهها تنفخت هكا شويه واحمر، قال لي طبيب اليرجي على البنسلين. باهي هو عاده ما فما حتى اشكال كي ما يكونش الحساسيه هذه كانت مختلك برشا واثرت واعطت حالات نسميهم شوك انافيلكتيك بالفرنسيه. عاده ما فماش اشكال، ولكن بما انها موجوده وانت قلت لي موجوده في تونس، احنا ديما نقولوا لهم يتوجهوا للمركز الوطني لليقظه الدوائيه اللي هو موجود بجانب مستشفى شان نيكول، هي تعرفوا اكيد وهي من القطاع الطبي، هي تعرفوا اكيد، وتاخذ راي المركز الوطني لليقظه الدوائيه خاصه في الحساسيات الدوائيه الكبرى، الباقي كل ما عندوش حتى اشكال. انا نحكي على الحساسيات الدوائيه الكبرى، معناتها انسان حياته تعرضت للخطر وقت اللي خذا دواء عمل فقد الوعي ولا صارت له اشكال كبير، هذوما يتوجهوا، الاخرين ما فهم حتى 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 اشكال ويمشيوا على التلقيح نتاعهم. واللي بيان فيه نتاع التلقيح اكثر برشا من مشاكل الاخرين كل، ودونك ما فما حتى اشكال تتوجه العياده. نحب نذكر اللي هي في المركز الوطني للقظه الدوائيه عياده مجانيه للناس كل وبدون موعد. دونك تمشي تعطيهم تاخذ رايهم وان شاء الله ربي وان شاء الله لاباس ربي يحفظها وتعمل تلقيح نتاعها ان شاء الله. هو بين بالحقيقه الاسئله الكثيره اللي جات وردت علينا هو على الحساسيات دكتور، فما ناس متخوفه تقول لك انا عندي حساسيه على البنسلين، فمعناتها مهم برشا انك وضحت لنا النقطه هذه على خاطرها مهمه للغايه باش يفهموا سد المشاهدين، معناتها بدا موضوع المركز على ذمتهم ينجموا يتنقلوا غاديكا وياخذوا الراي. هو بطبيعته راهو المركز موجود والموقع نتاعو سونتر ناسيونال فارماكوفيجيلونس موجود في الموقع، ونجموا يدخلوا على الموقع ويحطوا المعلومات هذوما الكل وياخذوا النتائج بالموقع. ورغم هذا الكل هما هاني باش يتوجهوا للمركز التلقيح، راهو باش يكون في استقبالهم عون استقبال اللي هو باش يسالهم السؤالات هذوما، واذا هو شك اللي فما اي خطر من التلقيح راهو هو باش يوجههم. معناتها تهناو امشي على روحك، خلي العون واحكي له فسر له كل شيء، لو كان ما فماش مشكله تيقول لك لقح، اذا فما اي مشكله تيقول لك خذ راي الطبيب الاختصاصي نتاعك ولا المركز الوطني لليقظه الدوائيه ولا اي حد. ناخذ هاله معنا من تونس. صباح الورد. صباح الورد والنور. مرحبا. لاباس عليك؟ الحمد لله يعيشك. لاباس دكتوره؟ الحمد لله.
تفضل. يعيشكم بربي مدام هيلا. دكتور نحب نسال، انا امي البارح لقحت وهي مريضه بالقلب والدم وما نكذبش عليك خايفين برشا، هي لقحت اما منش عارفين، فماك تعرف خوف وستريس من المرض هذايا، مش عارفه معناتها ثم عوارض تصير بعد التلقيح هذيك شنو. وانا خفت برشا كيف جا عندي جارتي وامها توفيوا اي بورتون هما ملقحين، فهمتني؟ شوف نستشير الدكتور شنو هي معناتها النجم نعرف. هلا جست حاجه بركه، امك لقحت ولا ما زلت؟ امي لقحت البارح. البارح ما صفا توا لحد اللحظه هذه لباس؟ متقلقة؟ الحمد لله فاشلة، عندها الفشلة وتقول لي هكا صدرها تقول ثقيلة شوية. ايه عادي عادي لاباس ان شاء الله. هاو الدكتور الاستاذ الدكتور انيس كلوز باش يعطيك اكثر تفاصيل. اما راهو بين نهارين 3 جرام ماكس شويه قلق، اما لاباس ربي يحفظها لك وربي يفضلها وان شاء الله تتنحى الكورونا وبوس على جبينها من عندنا. يعيشك يا غاليه ويفضل لك الام الوالده الغاليه. يعيشك يعيشك ربي يخليك يعيشك. انا حاب نقول لك اللي بالعكس انا فرحان اللي هي لقحت، خاصه اللي انت قلت لي عندها امراض وامراض قلب وامراض مزمنه اللي هما اختار وقت اللي يجي المرض. الحاجه اللي نقولها لك وقت اللي تحس هي الاعراض البسيطه هكايا نتاع فشله نتاع شويه سخانه وجيعة تلاج هكا، راهو جهاز المناعه نتاعها قاعد يجاوب على التلقيح وهو حاجه هو الهدف معناتها من التلقيح هو المناعه باش تتحرك وتعطي معناتها الاشياء اللي تحمي الانسان خاصه بعد التذكير. انا نحب نقول حاجه بالخير. اول حاجه راي التلقيح ماهوش عصا سحري، مش لقحت البارح اليوم صبحت عندها المناعة، راهو لازمها تصبر وتتسنى تحمي نفسها وانتم تحميوها للفترة الثانية وقت اللي يجيها التذكير، وبعد 15 يوم من التذكير كوقت النجم نعتبروا دي مرحلة المناعة بدات ونجم نتهناو شوية رغم اللي لازمنا نقعدوا محافظي. النقطة الثانية اللي هي مهمة، فما حاجه نسميوها بالفرنسي لو سيندروم دو فاكسيني. اش معناتها لو سيندروم دو فاكسيني؟ هي حاله الملقح. الملقح حاله الملقح هذيا اللي نهار اللي لقح يهبط يديه وينسى اللي هو عنده مازال بدنه ما جاوبوش، وهيك علاش عندنا برشا عباد يعملوا التلقيح الاول وبعد مازال ما كملش التلقيح الثاني يتعدى ويدخل في الحلقه بدنه يقول لك انا كما ذكرت فلانه ملقحه وتوفيت ولا مرضت. راهو عادي لان للاسف مازال فتره المناعه ما تمتش، مش فايده اللي زلقت، فايده اللي عديت الفتره اللازمه بين جرعتين وبعد وتواصل لبسين بطبيعه الماسك راهو مش نبطلوا معناتها، وغسل الايدي وتاخذ لي بريكوسيون اللي كنت ماخذهم معناتها طرق الحمايه بتاعك تواصل، لانه بالحق ماهوش ماهيش عصا سحريه، راهو التلقيح صحيح يحمي لكن ديما موجود المرض مازال معناتها والفيروس موجود معنا. نمشيو للسوسه. صباح الورد. صافي مرحبا. عسلامه. اهلا وسهلا مرحبا بك اختي. بربي انا عندي الوالده تعمل في الدياليز. اي فهمت الحصيله، بعثوا لها التلقيح قبل رمضان، بعثوا لها التلقيح فهمت تلقح. هي الكاتيه نتاعها الفستيل فيدها معناها عدوى الفيدها الاولى، عملنا لها عمليه وكله ومعناها بدنا لها فستيل اخرى، قاعده تشتغل في الانتيبوتيك، كي بعثوا لها التلقيح قالت لنا الطبيبه راه معناها ما تنجمش تلقح الا ما تكمل الانتيبوتيك نتاعها. اي فهمت؟ اي زادوا بعثوا لها مره اخرى للتلقيح. اي باقي تاخذ في الانتيبوتيك وقعت لها الكاتيه اللي عاملينها في رقبتها، عملت لها انفكسيون في الفروارات. باهي. اي حصلوا تعبت لنا والكل، رمضان كامل ما حتى قاعد تاخذ في الدويات، جوسكا معناها مازالت تكمل الدويات المساج على الدرع والكل فهمت، ما بعثوهاش. اي انتم علمتوا المركز بهذا الكل؟ علمتوا دخلتوا على المركز؟ اي علمنا المركز. انا بقعد نسال الدكتور يندرى معناها كي تلقح ما تجيني ثلاث جلسات هي فهمت، العمليه اللي عملت العمليه الاخرى الثانيه من قالت لك الشبكه رانا ماش اسمه فيك بالكدا في الغزو، اما حسب ما فهمنا هي متخوفه على ان هي يد تنجمش تقلقها بما انها عملت عمليه. وهي ولات تعمل في اليمين، انا اللي صار بتاع اللي كانت عامله فيها دياليز زيد اللي صار.
باهي عاود الدكتور باش هو ما عندوش دخل يظهر لي لا ما عنده حتى دخل هو الحاجه الوحيده حاب نقولها لك العباد اللي هما يعملوا في الدليس راهم اولويه للتلقيح وهي ما كانهاش وخلت ياسر خاطر تاخذ في الانتيبيوتيك والطبيب ابارامون قالت لها لك هي هيك علاش قلت لك اول فرصه تجيها وانا اكيد متاكد اللي جاها تذكير كل جمعه على الاقل لو جاها مره من الفتره هيكية انا احب نقول لك حاجه احنا وقتاش ما نعملوش التلقيح وقت اللي يكون فما مرض معناتها مش هو يحكم ايجو توا حاد والناس تاخذ في انتيبيوتيك كما انت قلت ولا عمليه هذايا نحاولوا نبعدوا عليه باش ما ناثروش على معناتها المرض بيدو اللي قاعد يصير ولكن في اقرب فرصه لازم تلقح وهيك علاش انا نقول لك ما يهمكش يمين يسار في اي بلاصه لهم المناعه مهما كانت البلاصه باش تدخل منها وماهيش باش تاثر ياسر نهار ولا اثنين يد واحد ما ينجمش يستعملها بصفه طبيعيه خاطر توجع فيه هو 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 راهو الوجيعه موقعيه معناتها في البلاصه هي كبيره توجع وكهو اما في اقرب فرصه تمشي تلقح ان شاء الله. دكتور باش نختموا معاك خلي لك شنو ما ابرز النصائح اللي بالطبيعه نجموا نختموا بهم اليوم خاصه واحنا بدينا الاسبوع معاك اليوم باش ناخذوا فكره على الوضع الوبائي في تونس كما قلنا عندنا 18 ولايه الحقيقه فيها المنسوب مرتفع ومرتفع على الغايه معناتها الوضع دقيق مازلنا في وضع صعيب ردوا بالنا بالطبيعه قد ما نوصيكم شويه اليوم شنو ما ابرز النصائح نجم تقدمها لنا دكتور؟ انا نقول فما مجهودات كبيره صارت باش يتوفروا التلقيح وباش نجموا نخرجوا من الوضع الصعيب اللي احنا فيه ولكن حملات التلقيح ما تنجم تكون ناجعه الا ما تكون منسوب المرض منخفض اذا هو فما مرض وقاعد يمشي بصفه كبيره راهو صعيب باش نجموا ننجحوا في التلقيح نتاعنا لانه هاك تشوف واحد يعمل الجرعه الاولى وبعد يطلع مريض ولا يكون عنده اعراض هيك علاش ناكدوا اليوم الوضع ما يحتملش باش نزيدوا نقلة الفيروس نحميه له احنا دكتور بالحقيقة ضغط كبير علينا بالهاتف وما زلنا باش نزيدوا ناخذوا آخر مكالمة هاتفية معنا مدام نجاة من تونس صباح الخير صباح الخير على السلامة مرحبا يا أختي تفضل شنو تسأل انت أنا عمري 65 سنة عملت جرعة الأولى أسترازينيكا لو 23 مي يا أخي ثلاثة أيام مريضة بالعرق وبالدوخة والفشلة يندرس نورمال ولا ونعمل الجرعة الثانية ولا ما فما حتى إشكال تعمل الجرعة الثانية نتاعك ثلاثة أيام معناتها بدنك راهو جاوب والمناعة نتاعك خدمت المهم وقت اللي تحس بالاعراض هذوما تاخذ شويه باراسيتامول معناتها الدواء يخفض الحراره والوجيعه تستحفظ على روحك اما هاك قلت ثلاثة ايام متعدة وتمشي تعمل جرعه ثانيه حمايتك كامله وربي يحفظك ويحفظ التوانسه الكل شكرا لك الاستاذ الدكتور انيس قلوز على حضورك معنا عضو اللجنه العلميه وبالطبيعه على هذا لسعه صدرك وشكرا لك وللجيش الابيض بالطبيعه على المجهودات اللي قاعدين نقدموا فيهم وعلى زاد تخصيصنا الوقت نعرف وقتك ثمين للغايه لكن جيت اليوم بحذانا شكرا يعطيك الف صحه بارك الله فيك خليني نشكرك انت زاد لانك بالحق وانا كيما التوانسه الكل راني ندور في الشارع ونعيش كي التوانسه الكل وبرشا عباد كي يشوفوك ويسمعوك يقتنعوا وهذا مكسب لتونس ان شاء الله يا رب ان شاء الله هذا واجبنا احنا كمرفق عمومي زاده باش نوصلوا المعلومه ونكونوا جنب لجنب مع التوانسه الكل خاصه واحنا في هالجائحه الكبيره اليوم بدلت فينا برشا حاجات لكن ان شاء الله جاي خير لينا ولبلادنا الكل يا رب ربي يحفظكم التوانسه وين ما كنت واحنا بالطبيعه باش نواصلوا مختلف فقرات برنامجنا نمشيو مع القيصر كاظم الساهر في الاغنيه الاولانيه وبعد ان شاء الله باش يكون حاضر معكم الشيف ايمن من خلال دبارتنا بالنسبه لليوم.